ان ده يحصل. تعالوا نبارك للدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بإنجاز التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية، وتتوالى إن شاء الله المباركات، ويا رب إن شاء الله في نفس المكان أبارك له بالتأهل لكأس العالم. دكتور معتصم مساء الخير، إزاي حضرتك؟ ألف مبروك، إنجاز يستحق الإشارة والتهنئة والتحية ليك ولكل الشعب السوداني. عليكم السلام كابتن أحمد، تحية ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي، وإن شاء الله يعني نقول مبروك للسودان، لشعب السودان الذي يستحق هذا الإنجاز والإعجاز، يستحق الفرح في زمن العتمة نعم التي يمر بها الوطن. نحن سعيدين بأننا عبر منتخبنا الوطني أرسلنا شلالات الفرح إلى السودان، الحمد لله على هذا التأهل الذي تم بإعجاز من أبنائنا اللاعبين الذين نعم. قدروا المسؤولية في هذا الزمن العصيب. شكرا للاستضافة. دكتور معتصم، الحقيقة بتلعبوا في ظروف أكثر من مستحيلة، حتى مبارياتكم بتلعبوا في ليبيا الشقيقة التي أحسنت استضافتكم واحتضانكم، ومن كام يوم هزيمة قاسية من النيجر، لكن إزاي استطعتم أن تتغلبوا على كل هذه الظروف الصعبة، وإزاي قدرتوا النهاردة تحققوا التعادل وبمدرب أصلا من القارة الإفريقية كواسي أبياء المدرب الغاني؟ قل لي ازاي قدرتوا تحتووا كل المشاكل والازمات وتتاهلوا؟ والله يا كابتن شوبير، اعتقد انه تم بذل جهد من جميع، من محاور كثيره جدا في كيفيه تهيئه هذا المنتخب، لاعبين، الجهاز الفني المقتدر بقياده كواسي ابيا، نعم، ابنائنا اللاعبين ايضا الذين يعني كانوا هذه المباريات لا تعني لهم تقديم فن نعم في كرة القدم بقدر ما انه هم سعيين لان يرفعوا راية السودان صحيح. عالية خفاقة في كل المحافل، بدءا من المباريات التأهل لنهاية الأمم الأفريقية أو تصفيات كأس العالم. عملنا على إعداد ومتاهيلهم، كانت هنالك عدة محطات. لا بد أن نشكر إخوتنا في المملكة العربية السعودية الذين ساهموا إسهام كبير جدا نعم بأنه يكون احتضان كل معسكرات المنتخب السوداني من المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر والتقدير. نعم وكذلك اخوتنا في ليبيا وايضا المملكة المغربية، نشكر جاليتنا السودانية في ليبيا اليوم الذي كانت الملحمة الفاصلة في التأهل، نعم يعني كانوا حضورا مميزا داخل الاستاد. صحيح. وكذلك الجالية السودانية وكل أبناء جنوب السودان نعم الذين يعني لعبنا عدد من المباريات في جوبا، لا بد من الشكر أيضا لدولة جنوب السودان نعم ولإخوتنا أبناء جنوب السودان وأبناء الشمال المتواجدين في جنوب السودان. نعم كنا نطمح حقيقة أن يكون تأهلنا من مصر الشقيقة، ولكن نتمنى أن يتواصل العطاء مقدما بإذن الله مستقبلا. دكتور، ترشيح منتخب السودان لأفضل منتخب في إفريقيا أعتقد كان خبر سعيد بالنسبة لحضرتك وتستحقه الحقيقة، وكلنا بنتمنى والله أن ده يحصل بناء على المعطيات الصعبة اللي انتوا فيها. والله نحن بنفتكر انه هذا الترشيح هذا وفق ما تم تحقيقه من نتائج، نعم، كان على مستوى البطولتين اللي هم الافريقيه او كاس العالم. يمكن الجميع يعلم اننا الان نعود مجموعتنا في التاهل لنهائيات كاس العالم، نعم، وايضا تاهلنا بحمد الله اليوم، نعم، برغم الاخفاق في المباراه قبل الاخيره، نعم، والتي كانت غير طبيعيه في كل معطياتها، لكن الحمد لله انه تاهلنا في هذا اليوم. فهذا الترشيح ترشيح انا اعتقد انه مكافاه لجهاز الانجازات، وتكون المره الاولى في تاريخ السودان يتاهل هو طموح، واعتقد انه من حقنا ان نطمح بان يكون السودان، لانه طبعاً السودان هو من الدول المؤسسه للكره في افريقيا، يستحق ان يكون موجود في كاس العالم باذن الله. نبذل قصارى جهدنا ويكافينا رب العالمين على هذا الجهد إن شاء الله. باذن الله. وعلى الجميع ان يعلم ان مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا هما الدول الاربعه المؤسسه للاتحاد الافريقي لكره القدم، واول بطولتين افريقيتين جمعت ما بين مصر والسودان واثيوبيا، فازت مصر بواحده وفازت السودان
بالأخرى. أخيرا مشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني، هل من مزيد؟ يعني هل في يعني فرصة أنه يزداد عدد الفرق السودانية في الدوري الموريتاني، أم من الممكن أن يتم إقامة هذا الدوري في جنوب السودان إلى إن شاء الله أن ييسر الله الأمر وفي خلال أيام أو شهور قليلة يعود الأمر كما كان وأفضل إلى السودان؟ نسعى حقيقة كابتن شوبير إلى إقامة الدوري السوداني داخل السودان. نعم. وبدأنا في التخطيط لذلك. نعم. الحمد لله. يمكن في الفترة السابقة كان معلوم أن الهلال والمريخ يشاركان في البطولة الأفريقية، فكان نعم. لابد من إعدادهم بالإعداد الجاد في دوري محلي، وتقدموا بطلب للمشاركة في الدوري الموريتاني على أمل أن يعينهم في المنافسة الأفريقية. نعم. ولكن بمجرد بداية الدوري السوداني حينخرطوا على الأندية السودانية في تكملة الدوري السوداني وفق يعني تخطيط لجنة المسابقات. نحن نسعى حاليا لإقامة الدوري السوداني لهذا الموسم داخل السودان بإذن الله، وبدأنا في كيفية يعني برمجة هذه المباريات على مستوى المدن الآمنة الآن بالسودان. نعم. دكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، مرة أخرى بالنيابة عن الشعب المصري وعن كل رياضي مصر بقول لك ألف مليون مبروك وخالص التهنئة، وإن شاء الله أكلمك في مرات عديدة للتهنئة والمباركة. دكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، خالص الشكر والتحية والتهنئة.